اليوم بدي اورجيكم جيم اسمه اذر سايد. هلا في شغله حلوه بالاسم قبل ما فوت على الجيم انا حبيتها. اذر حاطين الهير يعني بنات، وسايد هي القتل فعليا مثل هوميسايد وسوسايد. اتس مو قصدهم الجهه الاخرى، لا هن قصدهم انه لما بيقتل الثانيين. فبس هذه بس كلمه بس هيك على الاسم يعني. المهم ما علينا، شو هي الجيم؟ الجيم هي روج لايك او روج لايت تاكتكس استراتيجي. فكر اكس كوم، بس اذا خسرت بتعيد من الاول. ما بتخسر كل شيء، بتعيد من الاول. تمام، كيف يعني؟ راح اعمل بلاي وحورجيكم وين وصلت انا. طبعا انا لعبانه من زمان، واللي صار انه لما لعبتها اول مره لقيتها كتير صعبه. بعدين عملوا مثل هذا ايزي مود. في دريم مود وفي نايت مير مود. الدريم مود هلا حورجيكم الدريم مود. النايت مير مود حقلكم الفرق بعد شوي. المهم طبعا مثل ما انكم شايفين كل شيء ابيض واسود واحمر، ما في الوان ثانيه بالجيم. تمام، ابيض واسود واحمر فقط، فمشان يورجيك الدم بصير بيطلع كثير يعني بشكل اوضح. اوكي، شو هي الجيم؟ الجيم عندك انت هدول البنات، واللي هن البنات للام اللي اسمه ماذر، اللي هي حاربت الشر الاول وبعدين ماتت وهي عم تحارب الشر الاول، وهلا صار عندها بناتها اللي رجعت روحها، وهلا بناتها مدري شو عم يقاتلوا. مهم شغل انمي على الاخر يعني. هلا القصه غريبه شوي، مو مفهوم كتير، بس العالم اللي موجود فيه الجيم كتير حلو. شو يعني؟ أخذ شوي من روح كثولو على شوية بلادبون، على يعني إتش بي لافكرافت على البلادبون. هي بلادبون أصلاً إتش بي لافكرافت، فعملي هذا الجو الحلو اللي هني بنات عم يحاربوا وحوش، وكل الوحوش فعلياً ذكور يعني. مهم ما علينا. شو اللي بتعمله هون؟ طبعا عندك كل الكاركترز تبعونك، في إلهم السكيلز، السكيلز اللي بيستعملوها بالقتال. كل سكيل كمان فيك تعمل لها اكوب للميموري. شو يعني؟ يعني راح تحط لها ميموري، يعني حتصير تعطيها مثل اديشنال، يعني حتعطيها زياده لقوه السكيل تبعك. فهون مثلا داش 5 تاس وديل، حتحرك 5 مربعات وتضرب 430. طيب هاي معناته انا فيني اجي وقول اوكي زد لي حط اصرف 100 من هدول النقط لحتى زيد الضربه 20%. increase the damage of a skill by 50 مثلا، السكيل حتزيد. increase the critical damage of a skill by 5% لما تصير critical damage. critical chance بيزيد يعني لما تعمل critical. طبعا اللي بيعرفوا العاب الاستراتيجي حيعرفوا شو قصدي بالcritical وكذا، ما حاشرحها كلها هون، بس بتعطيك الستاتس تبع السكيلز تبعك كلها بتزيد. increase the damage، خلينا نقول مثلا increase the damage by 55. تمام، فهلا هيك صار عندها هاي سكيل، وحنجي imbued blade راح نعطيها increase add additional attack dealing 71 base damage. اوكي this attack cannot crit، فحتضرب مرتين، فهدول التنتين فحتضرب مرتين visitor وما ادري شو. طيب فهلا انا هدول اللي ححارب فيهم، حوديهم هلا بالمعركه وححارب فيهم. دقيقه خليني ارجعكم اورجيكم شغله. طبعا انت كمان فيك تستعمل هاي النقط لحتى لا مو النقط هي هون، حتجي وتطلع بنات جداد. هدول البنات حيرجعوا، تجي بتطلع مثلا وبتقول مثلا اوكي هي البنت الجديده، حنقول انه هي حتكون بهذا الكلاس شيلد بريكر. طبعا في ثلاثه كلاسز، كل واحد منهم بيلعب بطريقه مختلفه، وبتقدر تغير الاسم وهالاشياء هي. فا اوكي هي اسمها ميلودي، حتكون شيلد بريكر، حنحطها بالتيم تبعنا. وراح تلزمنا اصلا لما نجي نقاتل وهيك. اورايت، في كمان في عندك المقبره، المقبره فيها اللي ماتوا قبل هيك. هدول بيرجعوا، فيك ترجعهم اذا عندك من هدول الكوينز. تمام، بتقدر تصرفهم لترجعهم. وفي عندك كمان هدول الكريستالات، هدول كل ما تخلص رن، يعني كل ما تخلص جوله من الجولات اللي انت عم تلعبها بدك ترجع للاخير، فيك تستعمل الكريستالات اوكي لحتى ترجع وبتصير تعمل فيهم اشياء جديده. مثلا هون في عندك هذا الشيء اللي اسمه ريممبرنس. الريممبرنس فيك تصرف الكريستلز لحتى تعمل
سبيشال ابيليتي مثلا هي 30 كريستاله بتعطيك اول داترز جين 15% دامج تو نايت مير كريتشرز. او مثلا هون هدول طبعا مع الوقت بس تكتشفون يو مير ريزركت ا فولن داوتر اول داوترز جين 15% ماكسيمم هيلث. تمام ريزركت يعني بترجع ترجع اذا ميت ترجع. فعندك هون كل هدول الابيليتيز. طبعا في عندك الكودكس في كل المخلوقات وهذا الرسم كتير حلو بهذا الجيم ترى اللي بحبوا هاي الاشياء الغريبه راح ينبسطوا على هاي الاشياء اللي هون. ففي عندك هدول الانميز كلهم اللي بيطلعوا لك. المهم نرجع نحط داوترز اوفر فيو خليني اورجيكم شغله كتير مهمه بهاي الجيم. طيب اذا عم تلعب دريم كل ما تخلص يوم اوكي اليوم يعني بيخلص اذا اجيت وعملت نكست داي. فالنكست داي بيمشي الخط هون بس تصل لليوم السابع بيطلع لك البوس ولازم تقاتله. تمام وكمان فيني روح اقاتل البوس هلا بس مثلا ممكن اني انطر حتى اعمل لهم اكس بي وهيك. في طبعا الهيلث لازم انتظر لحتى يخلص اليوم هذا الدريم. في طريقه ثانيه لاعمل هذا هي انه موت حدا من البنات لحتى اعمل هيل لبنت ثاني. يعني مثلا هي بيجي بقول ساكرفايس حتموت راح اقول مثلا موتي لحتى اعطيكي اعطي الهيلث لهي. اورايت لازم تكون اوف ا هاير ليفل اوف ان ايكوال هاي ليفل. هي ليفل 3 هي ليفل 4 فما راح اقدر اعمل هعمل لها هيل سوري ما حترضى تعمل لها هيل فلازم لاقي حدا يكون اقل. فدائما لحتى تعمل هيل للي تحت لازم تعمل تقتل حدا فوق واللي هي شغله حلوه هون بهي الجيم. هلا لما تقتل حدا فعليا انت مالك كتير يعني هالمشكله. ليش؟ لانه في جزء من البنت هذيك يعني هون مثلا شوفوا بارت اوف سيليست كان في معي بنت اسمها سيليست كان هيلثا كتير تعبان قمت قتلتها وخليتها عطيت الروح على البنت الثانيه هي فصار عندها ابيليتيز زياده لانه تاخذ الابيليتيز تبع هذيك اللي ماتت. تمام او جزء من الابيليتيز تبعها وهكذا. بالنايت مير مود الطريقه الوحيده انك تعمل هيل هي هي انك تقتل حدا لحتى تعمل هيل لحدا ثاني. فدائما لازم تلفل الكاركترز تبعونك لحتى يكون عندك مجموعة من الكاركترز اللي تقدر تقتلهم لحتى تعمل هيل للكاركترز اللي تحت واللي هي شغلة كتير غريبة يعني وصعبة. طبعا بس بالدريم مود صارت أسهل شوي. طيب نورجيكم الجيم هلا. طبعا هذا البيرثينج بول خلص خلصنا هاي الأشياء اللي هون رح نجي نعمل أتاك. تمام هلا فيني أنا أوقف الرن وأقول خلص أنا حأرجع على البيس وأرجع عيد من اليوم من أوله وأخذ الكريستالات هدول الميتين ويصير استعملهم براحتي وممكن كمل لقتل. تمام ممكن روح قاتل البوس راح اجي واخد هون مثلا اوكي هذا الهانت تشالنجينج الريوردز تبعي هي حتجي 25 كريستالة طبعا بلما بس خلص 100 اكس بي للهانترز اللي حيقاتلوا و150 بلد. تمام فهلا خلص هنعمل هاي راح نختار البنات اللي حيروح يحاربوا بهي المعركة. راح نجيب هاي طبعا هدول كلهم ليفل 1 بس راح ابعت معهم هاي. تمام حورجيكم كل الكلاسيس بهي المعركة. هلا هاي طبعا المذر اللي هي رجعت روحها الحمراء الدم ما بعرف شو وعم تبعتهم على المعركة اللي بدهم يحاربوا فيها. طبعا العالم هون هو عالم غريب هيك يعني صاير ابيض واسود وحالته غريبة كل الأشياء مكسرة. طيب hunt all the creatures. طيب كل ميشن راح تكون عندك شغلة مثلا ممكن يقول لك اقتل كل الوحوش اللي بالماب. تمام ممكن يقول لك انتقل لآخر الماب يعني بيكون مثلا الماب هي عبارة عن خط من أوله لآخره لازم توصل للأخير. تمام ممكن يكون escort انك تاخد حدا وتوصله ما يموت بالطريق اوكي وطبعا بس تاخده بيعطيك جائزة. المهم هلا بقى بدنا نبلش القتال. كيف بصير القتال؟ في القتال طبعا انت عندك جماعتك وفي عندك الوحوش. في شغله حلوه كمان بالجيم شايفين هدول الحمر هدول هن الهيلث بار فهلا بس ياكلوا ضرب حتلاقي هذا نزل اوكي وطبعا هن صاروا يعني الدم على اواعيهم وهن هاي نزلت اوكي. طيب هلا هاي في هذا الخط التايم لاين هذا اللي هو خط الزمن. إذا حدا شاف لعبة اسمها ستار رينيجيد أنا عملت لها فيديو قبل هيك تقريبا نفس المبدأ بس راح أشرح الأكيد. هذه كل كاركتر من هدول حيتلعب بحسب دوره طبعا هاي أول بعدين هاي بعدين هاي. هلأ
انا عندي 100 اكشن بوينت بقدر اصرفهم على الابيليتيز تبعوني. طيب عندك موف، عندك شوت، عندك انترسبتنج راوند. هي انترسبتنج راوند فممكن تقوس على حدا عم يحاول يهاجم. اذا نزلت تحت ال 50 طبعا هلا حورجيكم شغله، حبلش اوس راح اضرب هاد، هي اول شيء، بعدين حاضربه مره ثانيه مشان شو. هي 25 وهي 25 تمام. اوكي هلا دوره الجاي وين؟ هون. اذا استعملت كمان 25 اوكي، اذا استعملت كمان 25 وين بصير دوره؟ بصير دوره بعدين، فبيتاخر دوره لانه انا استهلكت كثير من هذا، فلازم تستهلك 50 نقطه. اذا استهلك اكثر من 50 بصير دورك بعدين. فممكن شو يصير؟ ممكن الكاركتر تبعك يعلى ويجي ناس او يجي وحوش يقاتلوه قبل ما هو يلحق يعمل اي شيء، فبدك تحاول تكون موازن الموضوع شوي. طيب هلا هذا عملنا هاي هيك، بعدين رح اعمل انترسبتنج راوند. انترسبتنج راوند حتضرب اي حدا بيهاجم حدا من من اصحابه، وطبعا بوقف له الضربه تبعه، لكن ليكو 10% من الهيلث استهلك، يعني نزلت 10% لحتى عملت هاي الحركه، فشالت منها 50 هيلث لانه هي هيلث 50، فهيلث نزل. واذا بتطلعوا على الشال تبعه شوفوا كيف نقص شوي. طيب رح نعمل اند. هلا ناخذ اللي بعده، ميلودي. ميلودي اللي حتعمله هو حتجي ورح نحاول نقتل هاد. طبعا هي المهم المفروض انه حميتها يعني، بس مبدئيا اتس اوكي. خلينا نعمل هاي سلام، واللي حيصير السلام عندك كل واحدة مثلا هذا دامج، السلام حتدفش الكاركتر هاد لبعدين يعني بالخط، فحتأخره شوي، حتأخره بالخط شوي وبعدين راح اشوها عمل راح ارجع. فهلأ هذا صار بعيد، وحاول شوف اذا في هدول حيجوني ويقربوا اكتر. طيب هلأ راح اقرب هون، 1 2 3 4 5. طيب اذا جيت لهون المفروض انه اعمل لايتنينج سترايك. اللايتنينج سترايك بتقدر طبعا، هي واحدة من الابيليتيز تبع الليفل العالي، راح تنط وتضرب 450 على واحد. طبعا هذا هيلثه 795 يعني ما راح تقتله، بس راح اعمل شغلة، هي راح اضربه شوي وبعدين ارجع تمام. هلا اللي حيصير طبعا كلياتها مثل الشطرنج الجيم. هلا هذا حيجي يضربني، شوف هلا لما اجى ضربني شو صار. لا ما ضربني. ما عملوا شيء تمام. طيب منيح. نعمل شوت. هذا فلانك يعني لما تكون لما يكون واحد شابك مع حدا تيجي انت تضربه من ورا راح تضربه بزياده. طيب فهذا حيعطيني دامج زياده، بس الفكره هل بكفي ولا لا؟ هو ما عندي خيار. تو شوتس تعرف شو ايه، تو شوتس واحد انتربت، وراح اعمل واحد انتربت او انترسبتنج. اوكي حجهز حالي بس لا اعمل انترسبت. ممكن كمل الشوت وخلص، انه اظن انه لازم شوي انتبه على هذا الموضوع انه هاي ايه هذا موت خلص، هذا قتله بياخذ ال الباور تبعه مثل البلد تبع شو اسمها هي كانت دارك سولز ولا قصص هي، وهذا دوج 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 ما مشكله. يلا طيب هذا جاهز. هلا حيصير انه هذا حيجي على هي ويضربها. هي ما كنت حاسب حساب انا، ايش ضرب لي الي، لو ضارب هديك كان عملت له انتربت، بس داري يوصل لعندي. انا كنت افكر حالي بعيد. طب ما مشكلة يلا اوكي. حروح على هاد. لا حروح على هاد اول. ليش هذا مو هاد؟ لانه هذا حيضرب اول، شايفين؟ فاذا ما ضربت هذا اول وقتلته حيضرب هاي، فلا خلينا احنا ننزل نضرب هاد. نعمل له اللانج. وهيك هذا صار برا، شايفين طلع. هلا بقدر اخذ الثاني واضرب الوحش الثاني هاد. طبعا حتلاقوا هدول الايدين معناتها حيطلع وحوش من الارض. وين حيطلعوا؟ حيطلعوا هون. فهذا بس اللي احسب حسابه. طيب اللي حاعمله هلا بما انه معنا وقت فحقرب
واسلخ هذا باللانش. اذا مات هو ضعيف يعني، الصدلي هاي المشكله. طيب حنعمل انت، ولاحظوا اذا عم تلعب نايت مير هذا الهيلث راح يعني ما بيرجع، فبدك تحسب حسابك لهذا الشيء. طيب راح نجي من هذا لهون وحنوقف. ايه خليهم قرب من بعض، هن يجونا براحتهم، احنا ما لنا مستعجلين. طبعا هدول كلهم حيطلعوا يجوا لعنا وحيبلش بقى. هلا ركز، اذا ما قتلت هدنك بسرعه كان هلا صاروا كتار حوالي، فهذا الموضوع كتير ممكن يكون مزعج. في عندي كمان واحدة تانية بالسوردز، حلو انه بيحط حواليه مثل دائرة، اي حدا بفوت على الدائرة بياكل قتلة، فظريف يعني. طيب دوس هتعمل شوت، هتعمل شوت وتضرب هاد. تمام. للأسف انا ممكن اتورط، بدوس هترجع لورا. واعمل انترسبت، يروح 10%. معلش لاحظوا كيف الشال تبعها نزل. طيب ونعمل شوت تاني بما انه، او لا حنعمل ايه، حنعمل ستوب لانه اذا ضربت هلا ارجع ورا هدنك. فممكن اتورط، ايه بتورط. خلينا نعمل انت، يكفي ضرب هون. هدول حيقربوا، هذا واقف هون، الثاني حيجي على مين؟ لحقني تبان. طيب يلا بلانش راح تعمل لايتنينج سترايك على هاد. يا ومرات هيك اذا عمل كريتيكال بيعطيك انه مثل فلاش وهيك. طيب بعدين راح اجي لهون. هلا في عندي هاي الحركه، بس المشكله انه ما لي جايب زاويه صح، كنت ضربته بعدين. بس بتعرفوا الشغله، خليني اورجيكم اياها. امبيو بليد ححطه هون. ايه لاحظوا هلا هاي هون حتعمل هلا الحركه هاي. طيب دوس اللي اعتمله انه حتجي لهو، خليك محلك واعملي انتربتينج. هالمشكله ما عاد عندها هيلث بالمره. ايه بس عم يروح منا الهيلث 10% من 56، يعني هذا شيء كويس على الاقل. تعرف شو شوت هاد، معلش نضربه شوي. اوكي انت ملودي راح تقرب شوي لقدام بس مشان تستلم هدول اللي جايين. طيب هلا هاي راح تعمل الضربه، هاي الضربه بتتاخر بس بتضرب ضربه قويه، ممكن تضرب اثنين حتى. فبصير عندك شو، بدك تحاول يكون عندك توازن بين الابيليتيز تبع الكاركترز تبعك، تحاول تظبطهم بشكل انه يساعدوا بعض. اوكي شوف هلا هذا عم يضربني فاعمل له انتربت، فلغت له الضربه تبعه. اوكي في هذا جاي هلا من هون. اوكي دوس حتبلش الازمه مره ثانيه. اظن لازم اضرب على هاد مرتين، وميلودي وبلانش حيلعبوا اثنيناتهم، وهذا لسه بعيد. فشايفين هذا لسه بعيد، فما باكل هم انه يجيني. هذا الاختراع اللي تحت اختراع عظيم الصراحه، لانه ما بتقعد بتحذر، خلص بتعرف كل شيء انت ممكن حيصير، فبصير بتعمل تخطيطك بشكل احلى. طيب نعمل شوت على مين؟ على هذا صح؟ يعني كمان مرة، وبعدين نعمل انترسبت. هذا خالص اخذت ال هاي، نعمل انترسبت. يا شوفوا ما عاد عنده هيلث بالمرة، انتهت. فهلا على الاغلب راح نقتل حدا لحتى نعطيها هيلث. طيب حنعمل انتن ولا نعمل شوت؟ اذا عملنا شوت بنروح وراه، لا حنعمل انتن بكفي. طيب ميلودي حتجي لهون، لا حتجي لهون، بدي بعد عن هذا شوي. ما لا هون 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 هون، لانه هذا حيجي يضربني بقوم هذه بتضربه. طيب وراح نعمل سلام لحتى ناخر الاخ هذا شوي. هلا هي الضربه مو قويه بس حتاخر له الضربه تبعه. طيب حنعمل لانش، شوفوا حتى لو تاخرت ماشي الحال، هي حتعطي شويه ضربات قوايه.
هلا الحلوين انه انا عم اضربه لهاد بس هي رح تأذي صح. ليش؟ لانه هذا شابك مع هاي وهلا رح تجي هاي من وراه. هلا اذا انا اجيت لهون 23 بوينت، اذا اجيت لهون 40 بوينت بصير بقدر اضربه تنتين سلاش. حلو، هاي هاي واحدة. وطبعا ليش؟ لانه من ورا، من ورا بالضبط بتعطيك باك ستاب. باك ستاب بتعطي كتير اكسترا شو اسمه دامج. طيب وراح اعمل انترن. لا اللي حاعمله انه حارجع لهون على 28. اذا اجيت لهون 11 بدي، لا ما بيكفي، ما حيمشي الحال. ممكن اعمل امبيو بليد واضرب هذا هيك، ما حيمشي الحال. طيب معناته انا اللي حاعمله حروح لورا احتياطا بس. ما بدي هلا هي حتيجي على هذا، حيجي على هي حيضربه وهي حتعمل انتربت. اوكي فوقفته. اوكي هلا حنجي ونعمل راح اطلع لهون 24 بوينت واعمل شوت عليه من هون. واعمل كمان شوت عليه من هون. Bitter victory. وهيك خلصنا الماء. تمام؟ لاحظوا الشوتر تبعي كانت حتموت لأنه حطيتها بمحل غلط. فغلطة واحدة أنت ممكن يعني الفريق تبعك تبهدل. في مرة بواحدة من ميشنز ثلاثة من أصل أربعة ماتوا، لأن كان ميشن فيها أربعة. هاي كلهم أخذوا هذا الإكس بي، وهي أخذت أكثر شيء لأنه لأنه ضربت أكثر، عملت أكثر كيلز. تمام؟ هدول اللي عملوا كيلز بياخذوا أكثر. طيب نعمل سكيب. طيب هلا حنروح على الانر فويد وحنقول انه بتعرفوا شو، دوس هاي حتموت. فالسؤال ممكن انا اني اقتل هاي واعطيها الهيلث لهاي، او ممكن اقتل هاي واعطيها الهيلث لهاي. شايفين؟ فانت بدك تشوف ممكن او تخليهم مثل على وضعهم العادي، وهي حتزيد 50%. فعندك هلا خيارات لازم نعملها. طيب هلا السؤال، هل نروح نقاتل البوس ولا لا؟ تمام؟ هل هذا الموضوع بيستاهل ولا اي؟ قبل هذا لفل، فحنعمل هون حيعطيك تو سكيلز تختار منهم. شوفوا هلا بيورجيك السكيلز كيف تنعمل. هذا شادو راوند، هذا بس واحد يضرب من جماعتك بيضرب معه، فهي بس ضربت هاي طبعا هي بتجي بتقوس معه. وعندك اللي هي رات فور رين، هاي حلوه كتير ترى. اذا كنت مجموعه حواليكم متجمعين حواليك بتضربها بتفجر تحتك هيك مثل قنبله وبتطلع بعيد. تمام؟ أظن إني حأخذ هاي، منيحة هاي. طيب وهاي كمان عندها سكيل. أوكي بلاك سميث's grace، هاي راح increase armor by 180، هذا حتزيد الدفاع تبعك. إذا أجوا ضربوك ما حيزوك كتير. هذا إذا عام حابب تعمل تانكينج، إذا اللي بيعرفوا الMMO بيعرفوا كلمة تانكينج، تقدر تستعملها. أو تعمل شيلد باش. الشيلد باش بيضربهم بصيروا بعاد. فهي كمان حلوة انه ممكن تضربه وتخبطه بحيط فبصير بياخد دامج بزيادة. انا حاخد هاي. تمام؟ طيب هلأ السؤال هو المهم، هل كمل اروح لليوم اللي بعده وقاتل البوس ولا اعمل next recollection؟ تمام؟ اذا تركت ما متت بقى يعني حينقص من الكريستالات اللي حاخدهم اذا البوس قتل. تمام؟ فخلينا نقول next day and heal. خلينا نشوف الباص. Suffering manifests again. We must rise to face it. Okay. هلا هذا الباص هلا بيصحى. منقول confront the boss أو خلينا نمشي. طبعا نجي على الانر فويد ونشوف الكاركتر سبعونا. هذا وضعهم. ممكن نظبطهم ممكن لا. بس على الأغلب رح أروح قاتل الباص بالكاركترز اللي موجودين عندي. بس قبل خلينا نعمل لهم بوست لهم كلهم. حنروح ببلانش. هاي كلها يتفول. هاي كمان راح تجي ونعطيها شوية abilities. عندنا كتير points نصرفهم فليش ما نصرفهم. increase the damage of the skill by 50%. intercepting round نعمل في هون واحدة. increase the critical damage skill by 5%. increase the critical chance by 5%. add an additional attack. sure. هاي منيحة. طيب شوت العادي راح نعمل
increase the damage of the skill by او نعمل add كمان additional attack. هاي تمام. هلا هاد راح نعطيها imbued blade نعطيها increase critical chance of the skill by 5 لانه هي اذا ضربت critical وعلى البوس حتطلع كثير خرافيه. طيب سايد ستيب هاي حنعطيها ما بتاخذ سكيلز ما بتاخذ ولا ميموري. طيب راح نروح ونعمل attack the boss ونشوف شكله. We must break the tie that binds the child to suffering. وهذا أول واحد وهي بليد ماستر. بليد ماستر أظن لا حنشيل بلانش. والله المشكلة بلانش قوية. تعال لكم قبل 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 لأنه لازم أعرف أخذ الناس الصح مزبوط مزبوط ولا بروح فيها. ممكن أخذ هاي بس هاي شيلد باش ما بظن حتفيدني كتير. خلينا على هدول الثلاثة. هدول الثلاثة مناح اللي هن هاي إنسنت وبرودنس وبلانش حيروحوا ولا القرود. هاي بلانش وهي إنسنت وهي برودنس. والآن سنذهب ونعمل ستارت ذا ميشن ونروح نقاتل البوس. لا مثل قلت لكم الشغلة حلو إنه الجيم ستايل حلو التكتيك فيها جميل. ما كتير في جيمز تعطيك هذا الشعور التكتيك الجيد من مثل هاي إنه كلياتهم بيلعبوا مع بعض وبدك تظبط مين مع مين. كونفرونت ذا بوس. ليش شلف على هاي ورا هون؟ هاي البوس طبعا على الأغلب راح يقتلني ويبهدلني ويجيبني ورا. جميل شوفوا شكله والله فظيع. الناس اللي بتحب هاي الأشياء راح تنبسط. في وحوش معه كمان. يا سلام. طيب يعني مو بس الحال وحقاتله بدي قاتل معه هدول كمان. طيب برودنس يا برودنس حتجي لهون وراح تعمل الشوت. وهلا هذا دبل المفروض واحدة صغيرة واحدة قوية. أيوة هاي الزيادة ونعمل شوت تاني لأنه شو مو مهم. هذا خالص. طبعا مع الوقت بصيروا قوايا كتير. أوكي حنعمل انترسبتينج لأنه بدنا هاي إنسنت رح تاكل ضرب أكيد. لأنه هاي حعمل اللي حعمله إنه حجيب هاي حجيبها هون على النص لقدام قصدي. لا هاي انترن اول بعدين هاي حنجيبها لهون. طيب ونعمل هذه الحركه. هاي كمان بتاخذ من دمها وهلا اي حدا بيحاول يفوت لهون راح ياكل ضرب. يب نعمل ممكن نعمل سايد ستيب ونطير لمحل بس لا خليك هيك. اوكي هاي بلانش بس راح تركض وحتجي لهون. والحلو انه ما بيضيعوا لك وقت وهو عم يركض. خلص بريتش بصير طاير في ستايل الجيم. ديفوشن اوكي عم يعطيه بوست. تبا لك لا ارجع انا ما حسبت حساب حيروح يزبطوه. تعال هون هلا كمان هذا حيروح. يعني زبط له الارمر مزبوط. اوكي اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اوكي انسنت اكلت هواء. انا حروح لهون وراح اعمل immovable stance. المشكله هذول كلهم حيجوا. لا انا حارجع لورا كانت غلطه هاي. اوكي ونوقف خليهم كلهم يجوا لعنا. المشكله عم يزودوا البوس وكلهم ورا صاروا. اوكي يا على الاغلب راح اتبهدل. كان لازم لفبل شوي البنات اكثر قبل ما احارب البوس بس يلا مو مشكله.
هذا armor lost armor penalty مدري شو. الحلو بالجيم انه حتى لو خسرت عادي يعني ترجع بتكمل، وحتى فيك ترجعهم اذا عندك حدا ظريف وحابب تخليه عندك وهيك فيك تعملها هذا الشغل. طيب راح نجي هيك تمام، وحنعمل intercepting round لانه اظن راح يمشي الحال هالمره لانه البوس حيجي يهاجمني. طيب حنعمل انترن نعطيها فرصه انه تعمل هاي. طيب هاي حتيجي تقرب شوي لقدام لهون تمام لهون، وراح تعمل اللي هي الاتاك السبيشال. اوكي حنعمل هاي هيك. قديش ال النيوت بليد 25 فينا نعمل سايد ستيب ونقرب كمان، هذا اقرب هذا اسهل، هذا مثل اكشن تصير بيتحرك. طيب حنعمل هاي موفبل ستانس، هاي اللي حتعمل اتاك لاي حدا بيقرب عليها. طيب وراح نعمل هاي جميل. هلا هو حيهجم بس يقرب، المفروض انه انا اعمل رياكشن واضربه زيرو لانه عنده ارمر، وهذا حيعمل انتربت. يب اوكي حلو كتير تمام هيك هيك تمام. طب حروح هون هاي هيك، فيني اعمل لايتنينج سترايك من هون. لا حنقرب كمان واحدة لايتنينج سترايك ماشي الحال، بس كان بدي من تحت يعني مشكلة ما خلاني من تحت لا مشكلة. يلا اوكي نعمل لايتنينج سترايك ونحاول نضربه لهذا. هذا كله الهيلث بده يروح. طيب نعمل امبيود بليد ونعمل على هذا الحيوان اللي هون. والله هو ليك يعني اصلا احنا خالصين، فخلينا نعمل كمان سلاش شوي ننزل له شوي من الارمر تبعه. هي الارمر تبعه 1500 ونعمل طيب ماشي يلا اتس فاين غلطنا ما في باك. اي ضربته هون ما بعرف اذا كفت، يمكن لازم اقتل هدول. راح الارمر تبعه، هذا مات ممتاز، وروحت له الارمر بس قتلته. وهي كمان دان. ايه ايه قرب 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 فلولس، والله انها رهيبة. A bitter victory. خير مات؟ لا عصب شت سيلف ميديكيشن انيشيتيف بوست. اوكي اوكي يا ساتر. طيب طيب اوكي اوكي تبلك نقرب شوي لقدام. وحده 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 ونعمل شوت. حلو بلش هيلثه ينزل. اذا عملنا شوت كمان راح العب بعده، فهذا الشيء ما بدي اياه. راح اعمل انتر لا حيلعب بعده anyway. طيب مو مشكله. هاد انسنت راح تجي لهون تمام، حاعمل امبيود بليد واضرب عليه من هون. وهلا انا برات الاريا اللي هو حيضرب فيها، فيعني المفروض اني انا اوكي، بس لا على الاغلب هي راح تاكلها بعيده. شو اعمل جروب ثيرابي. اي محاها جابها ورا. لا 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 اي 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 طيب 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 ريلاكس ريلاكس شوت. حلوين 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 شوت يا حوينتها هديك. طيب حعمل هلا انترسبتنج راوند. لا انترسبتنج راوند ما حاستفيد، فحعملها بعدين. ايه اوكي شوت مره ثانيه
كمان شوت واخر شيء انترسبتنج راوند، لانه ما بدها انترسبتنج راوند ما بتاخذ اكشن بوينتس، تلزمها بس هيلث. طب وهلا حاعمل هاي هلا لما يجي يضربني بعمل له انتربت. طب حاعمل انتر. طب هذا حارجع واحده تمام. راح اعمل شو اسمها هي الموفابل ستانس، هات لنشوف اذا بيمشي الحال. ونعمل امبيوت بليد على هاي، المفروض انها تضرب سموير هون. اوكي هلا اللي حيصير كالتالي، ضربته الالف الف، ولو ضربته من ورا كان احسن بس مش في صعب. اوكي هاي ضربه على الفاضي. اوكي وبعدين هلا حيجي يقرب علي المفروض. اوكي عمل هاي هلا، الا اذا راح ضرب مين، ضرب راحت عليه. مشكلة حيضربها قبل. يا الله تبا. طيب خلينا نجرب شغلة أخيرة، لأنه ميتين مصبوط. فنحن شو ممكن نعمل؟ ممكن نحاول إنه نعمل حركة، نعمل سايد ستيب لهون. طيب ونعمل امبيوت بليد، لا قبل الموفابل ستانس، بعدين حنروح. انا ليش جيت لهون غلطنا. يلا وهي امبيوت بليد على هيك. وفلانكت ف 1200 تقريبا. هلا هي حتموت الله يرحمها. يا حويلتها الموضوع مو مزحة ابدا. سيلف ميديكيشن، عمل انيشيتيف بوست فبصير اسرع، ولا المفروض انه يهجم علي بس لانه انا هون. خلص هلا المفروض اني متت، الا اذا يعني يب ماتوا كلهم. بس يعني كانت اوكي. هو لازم يعني عملت كم غلطة ولا كنت ماشي الحال، بس يلا مو مشكلة. طيب ديفيت الله يرحمهم، اخذوا اكس بي بس. اوكي هلا اللي حيصير انه راح ارجع للبداية الحال. Suffering is born, we failed the child. We have lost. I have nothing more to give. وحنرجع نعيد من الأول. So we begin again. We lost. تك تك. Casualties. طبعا قتلت 87 بهذا الرن، وعندي 12 بنت، 2 ما قتلتهم، 10 ماتوا. وهلا صار عندي remembrance جداد. ففيك تجي وتقول اوكي انا عندي هدول وصار فيني اعمل activate. طبعا هاي صار عندي هاي. فيك تقول vitae cost to equip memories، الميموريز حتصير ارخص. All daughters have 15 points. فشايف كل ما لعبنا اكثر كل ما صار عندنا abilities جداد، فشوي شوي بتصير اقوى. انت شايفين هدول هيك حتى كلهم شغلت مع الوقت، طبعا بصير عندك abilities اكثر. كون 15 damage against nightmare creature، وفي كمان flavor text حلو تمام. فهلا الدور الجاي راح ابلش من الاول بس. وكل شيء راح يعني ما معي عندي ولا واحدة عايشة ولا شيء. هدول ثلاثة بس البداية تبعونك، وكل البقايا are out. لا موجودين، فيك ترجع تشتري الهي وترجع البنات اللي بدك اياهم تمام. فاللعبة مو كتير يعني اذا خسرت مو معناتها انتهت نهاية العالم، لا عادي بترجع بتكمل ومعك يعني الوضع صار احسن واقوى. مهم هاي هي other side. لعبة جيدة جدا جدا جدا. لو أنا لأنه صارت أسهل صار ممكن حتى بالتوب 10 تبع السنة الماضية.
لما كانت صعبة كتير كانت صعوبتها قاتلة يعني، بس هلا لأنه صرت بالدريم فصارت أسهل شوي، فصارت يعني مقبولة أكتر وممكن الواحد يستمتع فيها أكتر. أنه كانت التاكتكس اللي فيها التكتيك الحلو، بس فكرة أنه أنت تخسر بسهولة كانت شغلة متعبة جدا. بس يعني بشكل عام الجيم ممتاز جدا جدا جدا. مهم، شكرا كتير، لا تستعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين، سلام.